سأبدأ بطي قطعة من الورق المقوى، سأطويها الآن بالاتجاه الآخر، ثم سأفتحها، ثم سأصنع طيات أكثر. سأطوي البطاقة لصنع مثلثين، سأفعل هذا على الجانب الآخر. حتى الآن كل شيء جيد، أنا فقط بحاجة للتركيز، لا أستطيع تفويت أي خطوات، كل طية مهمة مثل التي تسبقها. الآن ماذا كنت أفعل؟ ها صحيح، كنت أطوي. سأثني هذه القطع لإنشاء طبقات وسأشكلها في مكان معين. سأقلب البطاقة ثم سأثني الجوانب. يمكنني تصحيح هذا الجزء، هذا هو الجزء الصعب، علي أن أكون دقيقة. حركة خاطئة وسينتهي كل شيء، أمل أنكم تكتبون الملاحظات. سأفعل هذا مرة واحدة فقط، سأطوي الجوانب إلى الداخل والآن سأقلبها. بدأ الشكل يكتمل، سأبهركم. مهلاً، هل كان هذا صحيحاً؟ أجل، أنا متأكدة من هذا. سأصنع مثلثين صغيرين هنا، ثم سأقلب وأطوي. بدأت أشعر بالتعب، لكن النتيجة تستحق العناء. علي هزم ماديسون، كدت أنتهي. سأصنع طية عند هذه المثلثات، ثم سأحتاج إلى طيها مرة أخرى. نعم، سيكون هذا كافياً. الآن سأوصل ذيلاً، ثم سأحتاج إلى قلم، سأرسم وجهاً عليها. تحتاج إلى ابتسامة سعيدة وشوارب. هلا.